خويا الزوجة ديالي كانت بخير عادية، ما كان لا مريضة لا والو. داكشي ما كان صاحب هو داكشي ديال المس، بديت كنتبع صحاب المس الرقية شوية، تبعت الدكاترة دوز عدادة ولا تشرب الدواء ولا فاني دو صرع وتخلط داكشي طول، داكشي ولا كتطور بزاف، طور بزاف لدرجات من 2005 دابا ولات كتضرب تضرب كيما شتي الحالة هي دابا هي هادي. اضطريت سديت عليها، تضربت جوج المرات محاولة القتل، جوج المرات هي حاولت تنتحر مرة، السم عتقوها الدواء الميريزكو من مولاي عبد الله الميريزكو عتقوها ما عمرها دار، كانت هي كلشي عندي في الدار، معاونة معايا مقابلة الدراري معاونيني في كلشي كلشي أي حاجة، ولكني ملي مرضات يعني تحطمت تحطمت معنويا وماديا يعني كلشي. دابا كنتمنى الصح يعني تصحت الوليدات، الوليدات ديالو تعقدوا دابا، الدري صغير تعقد ما بقاش شي هو هذاك، القرايه ديالو في التالت دابا كدوي معاه كيبقى يدير في كاير عام ما كاين مركز حتى شي حاجه، ما كانش عندي المشاكل نهائيا، ولادي تيشهدوا بهذا. انا ماشي كنقول شي واحد زعما راني تنكذب، انا الا كذب عليا ولدي ديروا فيا انا ما بغيتو، ما عمر المشاكل كانت عندي الا حاجه ملي مرضت ترونات لنا الحياه ديالنا، ترونات بمعنى الكلمه، ما بقات حتى شي حاجه هي هذيك، ولو يكون عندك كل شيء ولكن باش كون ضاحك نهائيا. انتما كما كتشوفوا فيها هي في قنت، انا دابا راه تنسد عليها، ولو سد عليها هي تمايا انا دابا ضروري في اللي نسد عليها، الا عيط قرقم شي واحد شي حاجه هاك نوض مطير من النعاس ديالي، ما عمرني الليل انا كنعسو كله ابدا نهائيا. السنسله خويا شديتها في اللحظه اللي تضربت بالموس هنايا، السلطة حاضرة وكل شيء حاضر، هزوني لسبيطار مولاي عبد الله، خيطوا ليا، هزوها هي الميريزكو، خيطوا ليا، جيت هنا لحقت 12 ديال الليل صيفطوها، دقوا ليا وراه وصيفطوها، شنو العاود خاصها تشد هاد المرة الناس في السبيطار ولا صيفطينا، اضطريت درت ليها السنسلة، هذيك السنسلة اضطريت درت السنسلة اللي تصاوبت الباب ديال الحديد هو هذا، ملي درت الباب ديال الحديد حليت ليها السنسلة، ما خليتش ليها بالسنسلة. وانا ماشي وحشيه باش نخلي انا مربوطه بالسنسله، يعني الرباطه بالسنسله ولادي يبقاو يشوفوا بالسنسله، تم البنات والانسان يساد على مرته بحال الكاكينات، واش العود اللي تخاصك تصبن طيب الاولاد بزاف الحوايج وانتم عارفين الشغل ديال الدار، انت تشوف في مراتك بحال الكاكينات ساد عليها شنو اشنو قرد حيوان ساد عليه، راه جيت تشكري حيوان اللي كيسدوا عليه قرد ولا ما تبقاش ساد عليه ديما، انا كنهضر ولكن حامي راسي وما تشردش هاد المراه. إلا طلقتها كتمشي كديع، تمشي للبنكة تقول لهم باقا في الوسيط، تمشي للدرك الملكي كيعرفوا هذا الشيء كطلع عليهم، تمشي تقاول واش المرأة اللي ولي ولادها ما يرضاوش هذا الشيء وتمشي هي تطلب في القهوة، لا يعقل كاين اللي كيضربها وهذا الشيء كنشهدوا به، وأنا غنولي بطلة العالم، عاطيها لي الله الملك وعاطيها لي حتى الدولة وعاطيها لي المخزن وعاطيها لي الغوا وعاطيها لي حتى البحر، إيه إلا ما كنتش أنا ما تكونش أنت أصلا علاش انا تخليت النهائيات وتقول لهم مشى تطلب بالعام ما نشدش طلبه في المغرب كذاب بزاف انت وعائلتك اوي المهم انت ما كتشوفوا هالشيء انت النهائيات تقول لهم هذه كتشتران 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 كتمشي تل الرباط تل القصر وتشدوها وكيديوها تل السبيطار الرازي وكيعيطوا عليا من تما كنقول لهم طلقوها وطلقت 8 الليل 9 الليل ما عداش المشكل وتشد التران وتنزل في المحمديه وتشد طاويل 96 حروده وتجيت للدار هنا ولو تكون هزتها 500 درهم في جيبها ما تكطيحش ليها واش كانت بطاله شحال هذه ديالاش بطاله ما كاين حتى شي بطاله عمري لعبت رياضه صلي على النبي انا صريح بطاله في الدار غير هادشي ما كاين حتى شي حاجه هذا دي بطاله هاد السيده هادي كون كانت عندها 500 مليون 600 مليون اللي كتقول لكم هي يا غنعيش انا في هاد العيشه بحال هكا معاه كتمشي لهم كتقول لهم هادي ديالي انا من الفوق لتحت هاد القهوه ديالي قدام الدرك الملكي وراهم كيشوفوا وكيشهدوا كطلع لهم حتى همايا كتصب لهم كتقول لهم بغيت الصمطه ديالي والتوني ديالي الخلصه ديالي تجيني كيبقى يقول لي لا عير سيري عير سيري وبردوا معاه وكتجي يعني اشنو هاد الشيء تمشي للبنكه تمشي للبوسطه كتقول لهم الرزق باغا يخرج علاش غنسمح فيها راه ولادي إلا سمحت في مراتي إلا سمحت فيها يعني اسمح في الدراري اللي خرج انت هما برا الخلاصه من الاخر من الاخر إلا خرجت المراه تمشي بحالها شكون اللي غنجيب هي غنجيب عمره في البلاصه عمره بحال بحال
ولكن غنخسر الاولاد. لا ولادي اللي غيتخسروا ماشي قضيه المراه، الاولاد اللي غيتخسروا. هي راه بحال بحال، اللهم نسد عليها هنا ولا نشردها. كنطلب من الله تشافى، هذا هو الحل اللي باغي انا والربح الواحد. تشافى لولادها، تقابلت هي ولادها، عرفت انا ما ندير. انا راه وليت هنا انا مسجون، ماشي هي المسجونه، حتى انا مسجون هنا. كتفكر بهذوك الايامات اللي فاتوا بزاف الحوايج، بزاف. كتعرف راسك تحتي، كنتي بخير، عايش بخير، ما عندك لا مشاكل لا والو. الاخر ديالك ها انت كيفاش وليتي؟ انت مليوح القنت، مراتك مليوح القنت، الدراري مليوح القنت، حياه لا حياه نهائيا. وفي اي لحظه في الليل تغوت صدق طاير الدراري، الدري غوت. الا حليت بحال هكا جوج ليل ثلاثه ليل تقدر تحل الباب، مشي لذاك الباب راه وسز وضع الجيران. شناك دابا تاثرتي بزاف في الشتا هي في الحاله. السيف ما تمر، كتشوف مريضه مرفوع عليها القلم، ماشي دايرها بالعاني. راه شي انسان اللي ماشي شي واحد اللي دايرها بصح ما عرفتش شنو غد. انا يجيني شي واحد يقول لي تعدى عليا بحال الكاكينات او يسبني او يعيرني، وانا راه كتعيرني كتسبني كدير فيا شي حوايج اللي ما كاينينش، ولكن راه مريضه. شنو غندير ليها؟ ما عندي ما غندير والو، نتحمل وصلات عندي. ها هي دابا تقول لي تسولوها. اللي كنطلب من اي اخ يدخل لي عير في السبيطار، دخلها للسبيطار. هادشي اللي كنتمنى، صافي ما باغي حتى حاجه من الدنيا كامله، لان شبعت مشاكل بزاف، ما بقيت باغي والو. شفع على ولادها، اما انا راسي سمحت فيه، سمحت في راسي، نقول لك صراحه سمحت في راسي مره، ما بقيتش كنشوف راسي انا، نشوف عير ولادي.